اهلا بيكم في قناة فكيرة. رمضان كريم. بتعاون مع ليليان من صفحة وصفات نباتية لذيذة، هي عملت قائمة رمضانية يومية اقتراحات للإفطار للتلاتين يوم الخاصين بشهر رمضان، وكلها طبعا وصفات نباتية بلانت بيست، بمعنى ان هي بدون ملح بدون زيت واكيد بدون منتجات حيوانية. احنا عملنا شوربة مشروم، مكرونة بالبشاميل، سلطة حمص، وكفتة صويا. السنة دي القائمة اللي انا اخترتها هتكون عبارة عن شوربة بروكلي، المحشي الكذاب، وهتعرفوا هو ليه كذاب لما تشوفوا الوصفة، وسلطة الفاصوليا الحمراء. لو دي اول مرة تشوفوا القناة، فحب اقول لكم ان القناة عليها وصفات كتير جدا فيجان نباتية، تقدروا تبصوا عليها. ولو الفيديو فعلا ملهم بشكل او باخر، ما تنسوش تعملوا لايك في اليوتيوب. ولو دي اول مرة تشوفوا القناة، فما تنسيش ان انتوا تشتركوا. نبتدي الوصفات. هنحتاج طبعا بروكلي، انا بفضل ان انا اقشر القشرة الخارجية عشان بتكون اسيه في الاكل. هنحتاج جزرة او جزرتين، شرايح، بصلة متقطعة، وهنشوح البصلة في شوية مية بدل الزيت، وهنضيف الجزر دقيقتين تلاتة، ونضيف البروكلي، وهنحتاج كوبايتين لبن صويا، ده لبن أورجانيك. الكوباية الأولانية هنضيفها زي ما هي كده على البروكلي، ونغطيها ونسيبها على نار هادية. وفي حلة تانية هنحط 3 معالق دقيق كامل، ونزود على النار لبن الصويا شوية بشوية عشان نعمل خليط سميك. ممكن نزود بهارات، فلفل او اي بهارات تحبوها. بعد كده نضيفه على البروكلي عشان يدي الشوربة سمك. وبغطيها وبسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. هنحتاج للمحشي الكذاب بصلة هتتقطع، ونفس الطريقة هنزود البصلة على المية هنشوحها فيها. وهحتاج للصلصة طماطماية، وعندي صلصة صوص طماطم أورجانيك. بعد ما اشوح البصلة هضيف عليها الطماطم وتقريبا كوباية صلصة. بحط تقريبا كوباية مية واسيبها تتسبك على نار هادية. هستعمل هنا رز كامل او رز بني، اتكلمت عنه قبل كده، وده اورجانيك برضو. انا الكمية اللي عندي تقريبا كوباية ونص. هغسل الرز، واسيبه، وأقطع الكوسة. الكوسة اللي عندي دي مش أورجانيك، فعشان كده أنا هقشرها. وأقطعها شرايح. هنحتاج كمان بقدونس، هنغسله ونقطعه. المفروض احط شبت وكزبرة كمان، لكن انا ما عنديش، فهكتفي بالبقدونس فقط. وفي حلة هحط الرز واضيف عليه الكوسة، واضيف عليهم صوص الطماطم، واغطيها بالمية واسيبها تستوي على نار هادية.
مش هحط البقدونس دلوقتي، هحط البقدونس قرب ما تستوي عشان يفضل محتفظ بقيمته الغذائية. وده المحشي الكذاب. هنحتاج فلفل ملون وبصل، انا عندي بصل اخضر، ممكن تستعملوا بصل عادي. وهنغسل البقدونس ونفرمه، انا بستعمل الهاند ميكسر. وبكده يبقى فاضل بطل الطبق ده، وهو الفاصوليا الحمراء. طبعا المفروض ان احنا ننقعها ونسلقها، ولكن لو مضطرين يبقى نجيب الفاصوليا في العلب، وفي الحالة دي هنصفيها وهنغسلها كويس جدا عشان نشيل المواد الحافظة لو قدرنا. ونبتدي بقى نحط ليمونة معلقتين ثلاثة خل شوية بهارات، انا هحط كمون وهحط اوريجانو، ودي سلطة الفاصوليا الحمراء.